بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوتي ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة صوت الناقد. عنوان حلقتي لهذا اليوم الشيخ واثق الشمري يرحب بدعوة قناة وصال للمناظرة ويعرض شروطه. إخوتي الكرام أحبتي، الأسبوع الذي مضى مشكورا الأخ هترو بعث لي مقطع، والأخ ذو الفقار أيضا، بأنه هناك من الأخ مقدم البرنامج في قناة وصال أنه يعرض مناظرة وتحدي لمناظرتي. اطلعت على الرابط على المقطع. السبب الذي جعلني أنتظر هذه الأيام، تعرفون أخوتي أنتم السياقات وسياقات الدعوة لا تكون هكذا يعني على الألسن وبالمباشر، لأن هذا ليس له أثر إلا أنه ردة فعل، ردة فعل ومحاولة خلاص من مأزق تطرح هذه الأقوال. ولا أعتقد أنه مثلا من الصعب إذا كانوا هم مجادين في يردون المناظرة، إيميلي معروف وبالقناة، يستطيعون مراسلتي رسميا على إيميل القناة أنهم يدعوني للمناظرة. هذا أمر وأنا أرحب بذلك ولا مانع عندي، إلا أني أريد أن أطرح بعض الأمور حتى نخرج من هذا السياق الهزيل في المناظرات. أولا أخوتي الكرام، خادمكم مستعد للمناظرة، ولكن المناظرة أن أكون أحضر فيزيكلي في استوديو صورة وصوت من أي قناة، يعني بالتأكيد أنتم تعرفون إذا أحضر في استوديو قناة وصال سينتهي بي المطاف كالذي انتهى بالحسنين. من هم الحسنين؟ حسن بن فرحان المالكي أو حسن شحاتة. إما ينصبون لي فخا ويطردوني ويحطوني في موقف على أساس لا أحسد عليه، وإما ينتهي بالمطاف مثل حسن شحاتة رحمة الله تبارك وتعالى عليه. وأنا لا وقت عندي لأن أموت الآن أخوتي الكرام، عندي عمل كثير ورسالة مهمة أريد أن أنجزها، وبعدين الموت إن شاء الله ولو هي بيد الله تبارك وتعالى. هذا أمر. فالأمر أن أحضر صورة وصوت من أي قناة فضائية ممكن التنسيق معها، أكون بالخدمة وحاضر. الأمر الثاني إخوتي الكرام، وهذه شروط غير قابلة للنقاش، يعني إذا هو من حقهم أن يرفضوها، أنني أناظر مباشرة مع ما أناظر بدون مقدم برامج، لأن مقدم البرنامج شغلته يعني he is covering the guest. يعني covering the guest شنو؟ هذا فقط يغطي على الضيف، عندما الضيف يحرج هذا يحاول يغطي عليه. هاي ما محتاجيها، احنا بفضل الله عز وجل عقلاء وكبار بالعمر ودعاة ان صح القول، سواء كان الشيخ عثمان الخميس او انا، يعني فنعرف نتناظر ونعرف نتحاور ويحدث بعضنا بعضا ونتكلم بعضنا مع بعض، فما نحتاج الى مقدم برنامج ان يكون بيننا. نعم هذا رجاء أتوسل إلى إدارة قناة وصال إذا استطاعت أن تضم حسين المؤيد أيضا معنا، تحقق لي يعني حقيقة رغبة كبيرة أن يكون مثلا الشيخ الخميس وحسين المؤيد وأنا أكون الطرف الثالث، نتحاور ونتناظر فيما بيننا بأسلوب يعني نصل به إلى الحقيقة، لأن هي القضية وقضية إبراز عضلات وكذا. أما وجود محاور ماكو داعي لوجود محاور أخوتي، لكن هذا ضحك على الذقون. وأنا كنت أطرح أفكار للناس كيف يناظرون، يعني مو أجي أنا أقع في نفس المطب الذي وقع فيه الكثيرين أو وقع فيه الكثيرون. الأمر الآخر أخوتي الكرام، تحديد الموضوع. الموضوع يعني وحتى بالوقت لا إشكال، يعني نأخذ باك أند فورث يعني فيما بيننا، هذا أمر طبيعي. ولكن الموضوع أخوتي الكرام، احنا لا نضحك على أرواحنا، الموضوع الكبير
لا قضية شفاعة، لا قضية يعني سجود على تربة حسينية، ولا هي قضية زواج متعة. يعني احنا كل هذا ممكن ان يطرح، لكن احنا نريد ان نقع على العلة الحقيقية في الخلاف ما بين الشيعة الرافضة اعزهم الله وبين جميع الطوائف الإسلامية الاخرى، وهي اما إمامة علي او ابو بكر. فضت راحت هذا اللف والدوران والضحك على الذقون، بعدين رتبوا لي اثر، بعدين قولوا لي هل هذا الإمام شنو مواصفاته، منزل من الله، إمام بشر، معصوم، ما معصوم، بيده ذرات الكون. هذه كلها مواضيع تقع خلف هذا الموضوع. احنا خلينا نثبت الكبرى. اذا ما يعرفون شنو معنى الكبرى، حسين المؤيد يدعي انه دارس بالحوزة ويعرف شنو تثبيت الكبرى. اولا ثبت الكبرى القضية، اولا هل الخلافة في ابي بكر او علي، وبعد ذلك نخوض في التفاصيل. إذا وافقوا على هذه الشروط، وبالتأكيد الاستوديو يكون في بلاد آخر أخوتي الكرام، يعني في مكان آخر، خلينا نشوف وين مثلا، أي قناة تتبرع شيعية أنه مثلا تستقبل أن أكون محاورا في قناة، لأن أريد أن أظهر صورة وصوت. الظهور بصورة وصوت يقتضي أن يكون هناك يعني قناة، وأنا أتحدث لوحدي والشيخ الخميس أو حسين المؤيد أيضا نتحدث ونتحاور فيما بيننا بدون محاور. قد تستوجب من عندي السفر ونفقات ومصاريف الفندق والهوتيل والكذا، ويعني وهذه الأمور المتعلقة. عند ذلك ماكو أحد غير أنه المرجعية، مرجعية السيد السيستاني، هي التي تتحمل النفقات من أموال الإمام الموجودة عندها، لأن هي هذه مو أموال المرجعية ولا أموال أصهار المرجعية، هذه أموال خاصة بالإمام صاحب العصر والزمان وفق مبناهم مو وفق مبناي. فمن حق إذا كان هذه قضية مقدسة تمثل فكر الإمام كله، وأنا مستعد إن شاء الله وسأبيض وجوهكم بدون تبجح، فتكون هي ملزمة يعني حسب اعتقادي وظني وما أعرفه شرعا في أن تتحمل كافة مصاريفي من أموال الإمام وليس من جيبها. فنبعث رسالة، الناشطون موجودين يبعثوا رسالة إلى سماحة الشيخ الكوراني، السيد جواد الشهرستاني صديقه يعرفه، ويقول له الشيخ عنده مناظرة ويجب أن يسافر، وهو رجل يعمل، يعني ما عنده يعني تلك القدرة المالية، فيحتاج إلى مصاريف وتذاكر وهوتيل وكذا، وقضية تخص الشيعة وقضية كبيرة، فيريد حقه من كداعي شيعي من الأموال المودعة عندكم من حصة الإمام سلام الله عليه وفق مبناكم، وإلا أنا عندي الخمس كله ساقط، لكن هم يتحملوها أمام الله عز وجل. إذا ما حصل هذه بعد إحنا نشوف لنا فت صرفة، وأنا حاضر حتى نكون واضحين، هذه هي الحقيقة. وأخوتي الكرام، أنا أفكر بالإداريات أكثر مما أفكر بالحوار. الحوار لا يشكل قيمة عندي، أبسط شيء عندي الحوار، ما له قيمة أصلا. أفرح إذا استطاعوا أن يضموا المؤيد أيضا إلى الحوار، هذا ما أفكر به، أنا أفكر بالإداريات، يعني سفرياتنا كذا، خاصة أنا ظروفي جدا محدودة. وهذه الشروط يجب أن، يعني هذه شرط في قبولي للعرض، لأنه بدونه تكون مهزلة. إحنا نريد نصل إلى نتيجة، ما نريد نضحك على عقول بعضنا البعض إخوتي الكرام. والناس تعبت، الناس تعبت من قضية الدين والأخذ والعطاء، تريد تصل إلى نتيجة إخوتي الكرام، يعني أصبحت القضية مهزلة، والناس ما تفكر بشكل بطريقة سليمة. فإذا تحققت هذه، أن أحضر صورة وصوت، وإن لا يكون هناك محاور، وأن نحدد الموضوع على بركة الله تبارك وتعالى، أنا ما عندي مشكلة. وبدونه إخوتي الكرام، وأن يرسلوا لي طبعا دعوة رسمية، طبعا قبل أن يرسلوا لي دعوة رسمية خلي يفكرون بشروطي، إذا وافقوا عليها يرسلوا لي الدعوة أهلا وسهلا، ما وافقوا إخوتي الكرام ماكو نتيجة بعد. أنهم يعني أنت القاضي وأنت الحكم، وهاي ما تصير هيك. إحنا
يعني يجلس هم في قناتهم ونحن في قناة أخرى، حتى لو لم تكن شيعية يحاولون يشوفون لنا أي قناة أخرى ألا تكون ناصبية بالتأكيد، ونحضر عندهم ويكون الكلام طبعا. وبعد ذلك إذا حصل إن شاء الله إحنا عندنا ناشطون كثيرون يستطيعون هم يتصلون، ولا أقبل مساعدة من أحد أو تبرع أو أي شيء إلا من المرجعية، إلا هي مرجعية السيد السيستاني حصرا هي التي تقوم بكافة مصاريفي من أول طلعتي من البيت إلى رجوعي، كل مصاريفي وعائلتي وكل شيء تتحملها مرجعية السيد السيستاني الله يحفظه من أموال الإمام الحجة الموضوع المودع عندهم، لأنهم يعرفون هذه مو أموالهم هم، يعني هم أيضا يعني أعتقد ما فايتتهم هذا وفق مبناهم. ونتمنى من الله عز وجل التوفيق والسداد، إذا تحصل ذلك حلت البركة. وناظر شهر شهرين 10 أيام 15 يوم أهلا وسهلا ومرحبا، وأنا أرحب بذلك. فحتى لا تكون خربطة أريد ننظم الأمور، أحببت أن أقف معكم هذا الموقف وأشكر جميع الناشطين الذين سعوا في إيصال هذا المقطع إلي، أتمنى لهم التوفيق والسداد ونصرة محمد وآله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.